نظمت جامعة الحديدة محاضرة بعنوان مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي، ألقاها عضو مجلس الاعتماد الأكاديمي دكتور عزي البرعي، وبرعاية من رئيس الجامعة دكتور حسن المطري، وبإشراف من مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة. تهدف المحاضرة إلى نشر ثقافة الجودة بين الكوادر الأكاديمية في الجامعة. وأكد رئيس الجامعة دكتور المطري أن المحاضرة جزء من جهود الجامعة لتعزيز الجودة والارتقاء بمستوى التعليم وتجهيز كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.